تمكنا بحمد الله تعالى من استيفاء جميع شروط الترشح وأودعنا الملف اليوم. أنتم ترابطون في هذا المكان منذ أيام، أعتقد أنه يقع عليكم واجب التحسيس، واجب توعية الناخب الجزائري بالذهاب إلى الانتخابات. هذا الواجب يقع علينا عليكم كأسرة إعلامية في سبيل إخراج الجزائر من أزمتها. الحل الوحيد الذي بقي أمامنا جميعا هو الانتخابات المقبلة، انتخابات 12/12.